معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، مستشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن السلس البولي عند النساء وأسبابه إيه وإيه بيأثر على إيه. أسبابه بتبقى طبعا من ضمن أسباب الولادة المتكررة، وخصوصا الولادة الطبيعية دي بتبقى من ضمن أسبابه. ده بيعمل مشكلتين: ارتخاء في عضلات المهبل فيسبب سلس بولي، بيبدا بحاجه اسمها ستريس انكونتيننس، يعني العيانه تيجي تكح، تيجي تعطس، تيجي تضحك، يبدا ينزل منها دروبس، نقط بول. ده اول مشكله. تاني حاجه ارتخاء عضلات المهبل، بيبقى عضله المهبل بتاثر، يعني بتفسد متعه الجماع بين الزوجه والزوج. طبعا علاج المشكله دي مهم على الوجهين. هنتكلم بقى على طرق العلاج. طبعا احنا العلاج بتاعنا بيبقى تقييم، احنا بنقدر نقيس، عندنا الجهاز بتاعنا بنقيس بيه قوة انقباض العضلة، بنقيس بيه قوة انقباض العضلة بتاعت الميكل او العضلات القابضة. ده بيبقى ضعف في عضلات الحوض وعضلة المثانة. وبنبدأ نقيس قوة الانقباض بتاعها قد ايه. طبعا العضلة هنا ضعيفة، العضلة طبعا معانا 22 على الجهاز. المفروض ان احنا عشان العضلة دي نقول ان الكنترول بتاعها عالي، بنعمل ايه من 45 لحد 60. فطبعا ايه العضلة دي تعتبر ضعيفة. بعد ما عملنا التقييم بنبدأ الجلسات بتاعتنا. تنبيه عضلي، بنعمل تنبيه لعضلات الحوض زي ما احنا شايفين. وبنبدأ نعمل للعضلة الداخلية نفسها، بنبدأ نعمل لها تنبيه. وبنكمل الجلسة بقى بتاعتنا، بنعمل تنبيه لعضلات الحوض والعضلات القابضة للمثانة، وتدريب ان احنا نقول لها ندربها على تمارين معينة بتعملها في الحمام، اللي هي ازاي تقبض البول في اخر التبول من 10 ثواني لحد 100 ثانية، وبعد كده من في منتصف التبول، وبعد كده في اول التبول. وبنفضل نعمل التدريب ده مع شوية تعليمات بتمشي عليها، وما شاء الله ده من الحاجات اللي النتائج بتاعتها بتبقى عالية جدا. وبنرجع ناخد المقاس بتاعها. العلاج ده صغير جدا على فكرة، بيبقى كل القصة 3 زيارات وبتنتهي المشكلة تماما. بنعمل فيها جلسة التنبيه لعضلات المثانة وعضلات الحوض والعضلة القابضة للمهبل، وبنحل المشكلتين: مشكلة السلس البولي وإفساد متعة الجماع طبعا ايه في العلاقة الزوجية. نتمنى نكون فدناكم النهارده.